السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل عمود ملفوف. فهقول له مثلا عايز ارسم فلور الاول اهوت بالشكل ده، وبعد كده اقول له اوكي واخد الفلور دوت واطلعه للدور اللي فوق، وبعد كده هقول له ان انا عايز ارسم القاعدة بتاعتي. فهقول له من كومبوننت موديل ان بليس واختار كولوم واقول له اكستروجن واقول له خليها ماشي 0 ل 200، اقول له تخلي دي مثلا 500 ب 500، جت غلط. طيب دي 500 ودي خليها 500، مش تفرق يعني، مش هيفرق الرقم. طيب بعد كده هقول له اوكي، وبعد كده هقول له ان انا عايز اعمل اكستروجن تاني مثلا 400 في 400 او اي رقم. اقول له مثلا اعمل لي اوفست 50 مثلا، تمام. طيب اقول له ارسم. طيب عايز ارسمها لجوه شويه، فهقول له اعملها لي 100 اوفست بالشكل دوت. خلي ده مثلا من 200 ل 250. اوكي تعال نشوف ال 3D. طيب هاجي بقى في الاست هنا، ممكن تقول له انا عايز اخد كوبي منها وتقول له انا عايز 250، تمام. وممكن تقعد تعملها كرة كتير، او ممكن تقول له انا عايز ده كده الري 10 مثلا 250 كده، بالشكل دوت. محتاج اني اخليها 11 بالشكل دوت. خليني اقول له كنسل، اقول له الري 11 برضه قبل الرسالة. طيب دول هم موجودين. لو انت عايز تفك الحاجة ديت ممكن تقول فلتر وتقول له انا عايز الموديل جروبس ديت وعايز اقول له ان جروب. طيب خليني احط الاتنين قدام بعض فيو واقول له بقت الفيو بقت بالشكل دوت. طيب ممكن انا اقول له ايه، اعمل لي سيلكت على الاتنين دول، تمام، وتعالى لي هنا اعمل لهم روتيت 10. طيب هات لي بقى الاتنين اللي بعديهم واقول لهم روتيت هنا الاثنين عشرين، اللي بعديهم وهكذا. ثلاثين، أربعين، خمسين، تعالى بقى نشوف في ال 3D اهم، هتلاقي الحاجة اتعملت معاك بالشكل ده.